الدول العربية بتحتفل باليوم العربي للثقافة اللي اعلنته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الالكسو وتم تحديد تحديدا يوم 25 يوليو من كل عام للاحتفاء بالثقافة العربية. الحقيقة ان الثقافة العربية مش بس بقت اولوية للعالم العربي لكن كمان طلعت منها العديد من الثقافات اللي اثرت في الغرب بشكل او باخر، حصل نوع من التفاعل بين الثقافات المختلفه والثقافه المصريه شكلت هي الاخرى من ضمن ثقافات كثيره جدا واعمده سبعه شكلت الثقافه المصريه واصبح في نوع من التفاعل بين الثقافه المصريه بروافدها والثقافه العربيه والثقافه بشكل اشمل العالميه بكل الحضارات. اللي انصهرت وانبسقت منها الثقافات المختلفه. برنامج الحكومه المصريه والقياده التنفيذيه الحقيقه والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما بيحرص على استراتيجيه بناء الانسان المصري، ازاي ابني عقل سليم ونوع من الوعي والتوعيه لكافه المشكلات والتحديات اللي ممكن ان هي تواجه الانسان المصري صحيح. وبالتعليم وبالصحه بقدر اخلق انسان سليم وبالتالي مجتمع سليم. يعني احنا شفنا ده طبعا في برنامج الحكومة على مدى سنوات آه الأخيرة شفنا المسرح المتجول شفنا اهتمام الدولة بالمكتبات شفنا بناءها لأوبرا جديدة في العاصمة الإدارية شفنا بناءها لأكبر مكتبة هتكون في العاصمة الإدارية خلينا نعرف يعني ما هو اليوم العربي للثقافة وإزاي نحتفل بيه وإزاي يكون الاحتفال احتفال أمثل وإزاي ننصح الشعوب قبل الحكومات أنها تحتفل باليوم العربي للثقافه ضفنا النهارده الدكتور زين عبد الهادي استاذ علم المعلومات وتاريخ المعرفه بجامعه حلوان وايضا المشرف على مكتبه الثقافه والفنون بالعاصمه الاداريه الجديده صباح الخير يا دكتور صباح الخير يا الاليكسو هي المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم نعم واليونسكو هي المنظمه العالميه للتربيه والثقافه والعلوم نعم. العالم يحتفل باليوم العالمي للثقافه والعرب يحتفلون باليوم العربي للثقافه لو نوضح الفارق ما احتفال, احتفال ما بين احتفال العالم واحتفال العرب غريب انا كنت متوقع السؤال ده على فكره ايه بقى <applause> طيب كويس. لان الاحتفال العالمي باليوم العالمي للثقافه اسمه الاحتفال العالمي او اليوم العالمي للتنوع الثقافي وحوار التنميه بيعملوا في ايه بقى هم متخيلين ان في تنوع هائل في الثقافات في العالم وان الثقافه تجمع ما تفرقه السياسه. أظن أن ده الجملة واضحة تماما وده الهدف كمان من الاحتفال العربي باليوم العالمي أو اليوم العربي للثقافة في يعني ده اللي بنعول عليه شوية خاصة. في القوى الناعمة. طبعا آآ آآ الثقافة قوى ناعمة الحقيقة في خطأ شائع موجود أنها فقط العملية الخاصة بي المسرح والسينما والأدب والشعر والرواية أنها لها أدوار داخل مم. المجتمع وتعكس قوة مم. الفكر اللي موجودة مم. الحقيقة الأمر أكبر من كده فيما يتعلق بالقوة الناعمة لأنه متعلق بدور خاص بوزارة الخارجية مثلا إزاي بتعكس الصورة الذهنية للدولة في المجتمعات الدولية كلها هذه الصورة الذهنية اللي هتتاخد عن الدولة هي واحدة من القوى الناعمة اللي تمارسها. الدولة قيمة اللغة نفسها اللي احنا بنستخدمها ودورها التاريخي في تعديل اللغات في العالم في ادوات كثيره للقوى نعم؟ ادوات كثيره للقوى اه في ادوات كثيره للقوى الناعمه المعارض اللي احنا بنعملها بره وتاثيرها على الجمهور الامريكي والجمهور الاوروبي فيما يتعلق بمعرفه الثقافه العربيه مش بس الثقافه العربيه احنا بنتكلم طبعا الثقافه المصريه ايضا لان ليها ابعاد كثيره جدا ولازم ان احنا نستخدمها الحقيقه بكثافه لان دورنا ان الناس تعرفنا ولو الناس عرفتنا هيقدروا يفهموا ايه دوافعنا السياسيه ودوافعنا الاقتصاديه المختلفه. يعني الثقافه تعتبر قاطره ضخمه جدا بالنسبه للسياسه والاقتصاد. طب على الجانب المصري. نعم. عربيا جمال حمدان لما صنف العالم العربي حط اربع جوانب الدائره الخليجيه، الدائره المغاربيه مم. والدائره الشاميه فلسطين والاردن ولبنان <applause> وسوريا وتحت الدائره الجنوبيه او دائره وادي النيل مصر والسودان يعني هل كل دائره من دول لها ثقافه معينه ازاي بتتقاطع الثقافات هل كل واحده لها طعم وازاي احنا في اليوم العربي للثقافه ب يعني بنحتفي بكل هذه الالوان هم المنظمه العربيه التربيه والثقافه والعلوم بتركز على فكره اللغه والهوائي بالنسبة للعالم العربي حتى بالأربع أعمدة اللي احنا بنتكلم عليهم في قاسم مشترك أعظم طبعا متعلق باللغة ومتعلق بالدين الإسلامي طبعا طبعا آه. وده مش موجود في أوروبا مش موجود لا في كل مش البيتدوارك. موجود الحقيقة في, 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 أماكن كتيرة في العالم ده حقيقة. يعني احنا متفردين في ذلك وبنتكلم على ذلك سنين طويلة خلال المئة سنة الماضية تقريبا اللغة هي وعاء الفكر مش وعاء العلوم فقط ولا اي وعاء اخر انما كل الفكر العربي او الفكر الانساني اللغه هي وعاءه لان احنا قادرين مثلا نتواصل رغم ان احنا من اماكن مختلفه داخل مصر من اماكن مختلفه في العالم العربي سواء الخليج او الجنوب او الشمال او الجزء اللي هو الخاص بالمغرب العربي بالظبط فاللغه اللغه مشتركه بيننا حتى في اللغه احنا كنا بنقول الشعر هو ديوان العرب ثم انتقلنا حديثا الى ان الروايه هي ديوان العرب والمقوله قد يكون قالها جابر عصفور وقد يكون قالها نجيب محفوظ وقد يكون قالها الروائي السوري الراحل حنا يعني اي سواء اي واحد فيهم احنا عندنا سرديه عربيه موجوده قادرين ان احنا جميعا نفهمها ده واحد اثنين الدين الاسلامي هو القاسم المشترك الاعظم بيننا وبين جميع الشعوب العربيه في هويات اخرى او في ديانات اخرى صغيره موجوده سواء القبطيه مثلا عندنا في مصر والكنيسه الارثوذكسيه قويه جدا وموجوده في العالم صحيح. صحيح. كله في مصر عندها جزء يمكن ما يبانش عند الاخرين كتير نشترك مع العراق وسوريا يمكن الى حد كبير فيه اللي هو التاريخ في في 5000 سنه من الحضاره سواء على ارض مصر او على واليمن. العراق او اليمن او غيرها ده الحقيقه برضه ده قاسم مشترك اعظم ما نقدرش ان احنا طيب ننسى. دكتور ازاي نقدر نرتقي بال بالثقافه العربيه والمصريه بالذوق العام ازاي نقدر نحول الاماكن قصور الثقافه المدن الثقافيه الصروح اللي انشئت منها مدينه الثقافه والعلوم في العاصمه الاداريه الجديده المدينه التراثيه في العالمين ازاي اقدر احولها لروح تقدر تبث الفكر الثقافي ويصبح يعني منهج للتفكير وللسلوك لكل عامه الشعب مش مجرد كتاب بقراءة او معلومه باخدها وبس نعم الحقيقه يعني علشان نجاوب على ده نرجع لرؤيه مصر 2020 فيما يتعلق بالاقتصاد والسياسه والمجتمع وهنلاقيها بتتخلل في حاجات كتير تتخلل القضايا الثقافيه فيها. احنا عندنا في ثلاث استراتيجيات محطوطه لمصر سواء رؤيه مصر الكليه 2030 او الابتكار الرؤيه الخاصه بالابتكار والعلم في مصر في 2030 وايضا الرؤيه الخاصه بالبحث العلمي في مصر في 2030 ولو انا قريتهم بدقه هكتشف ان فيهم حاجات كتير متعلقه ب الثقافيه والصناعات الثقافيه والصناعات الابداعيه والكلام ده كله فلو انا خدت طلعت من دول رؤيه مصر الخاصه بالثقافه هلاقيها بتتركز في ثلاث حاجات وده منصوص عليه في الرؤيه الحقيقه واحده خاصه بسعاده المواطن المصري ازاي اوصله الى اقصى درجه من السعاده بعيد عن المشاكل اللي بتحصل في العالم كله. ازاي اساعد الاقتصاد ان هو يبقى افضل. ازاي انا ادخل في الحلقه التنافسيه العلميه بالنسبه للعالم برضه من خلال الثقافه. لو انا ببص كويس هكتشف ان انا فيما يتعلق بالسعاده فين الاحتفالات اللي هي كانت بتبقى تقريبا يوميه في مصر بالنسبه للمصريين ككل اتعاملت المؤسسات واتعاملت المباني وتع... يعني انت ما بتمشي على الدائره النهارده وبتلاقي الاعلانات الخاصه الالوان بتاعت البيوت اتغيرت الخاصه بيه علشان استعداد للمتحف الكبير وتحطت الهو... الهويه بقى بتاعتنا الاصليه الخاصه بالتاريخ المصري كله بقت موجوده على الجدران بتاعت البيوت كلها وده امر مهم جدا كنا بنطالب بيه الحقيقه من زمان فبيحصل النهاردة افتتاح المتحف الكبير مدينة الفنون والثقافة اللي اتعملت في العاصمة الإدارية وفيها ثلاث صروح الحقيقة مدهشة فيما يتعلق بالأوبرا ويتعلق بالمتحفين سواء المتحف العواصم, العواصم مصر أو المتحف الخاص بالفنون الحديثة أو المكتبة اللي بينظر عليها أنها يعني تكاد تكون مكتبة وطنية للثقافة والفنون وده مش موجود الحقيقة أنا بقى عايز أتكلم. على مستوى العالم خالص نعم احنا عملنا مكتبة اسكندرية في بداية هذا القرن نعم. لإعادة إحيائها مرة أخرى للوجود نعم. وهنعمل في العاصمة الإدارية مكتبة ضخمة اللي حضرتك متولي الفكر بتاعها المكتبة بتاعت اسكندرية مش مجرد مكتبة ده هي مكتبة النهاردة فيها معرض للكتاب نعم وفيها ندوات نقاشيه فيها متاحف وفيها متاحف برافو نعم عليك نعم وفيها حركه من الناس ما بتجيش تقعد تقرا يعني مفهوم المكتبه اتغير اممم نعم نعم مش مش مكتبه انا اه صحيح ممكن اروح استعير كتبها وخلافه ولكن انا ممكن انهل من كل مناحي آآ آآ الثقافه كل الاشكال الثقافيه برافو على حضرتك نعم نعم مسرح والوسائط البصريه والسمعيه نعم وكل نعم ده تقريب بقى نعم هتعملوا ايه؟ الاشياء نفسها هتعملوا ايه؟ انتوا هتقدموا ايه جديد عن اسكندريه؟ ده سؤال مهم بص مصر انا قلت الكلام ده اكتر مره وهقوله يعني ك... لان انا لو درست تاريخ هذا البرنامج خلال السنتين اللي فاتوا ايه كميه المعرفه اللي انتوا قدمتوها لمصر هلاقيها ضخمه جدا لكن ما حدش مهتم بدراسه ده وده محتاج لدراسه. كميه ايه اللي احنا هنعمله بقى؟ احنا مصر فيها 35000 مكتبه. مصر بتصنف يعني من اهم 15 دوله في مجال المكتبات على مستوى العالم كله هاي. كويس تاثير بقى في مكتبه العاصمه الاداريه معموله للثقافه والفنون اللي هي لقطت فكره ان احنا متميزين جدا في التاريخ وفي ثقافتنا اللي هي بتنتمي لحاجتين زي ما قلنا اللغه والدين الاسلامي والديانات الاخرى الصغيره اللي هي موجوده او اللي موجوده في العالم العربي كله بجانب الفنون كلها انت بتتكلم على سينما وعلى مسرح وعلى اذاعه وعلى تلفزيون وعلى روايه وعلى, وعلى قصه و... وعلى ادب لقاءات و... اه يعني في انواع كتير وعلى الفنون طبعا التشكيليه بكل اشكالها والفنون اللي هي موجوده في القرى وفي احنا عندنا زخم طبعا, طبعا كل عندنا الاقاليم ليها تنوع, تنوع نوع وميزه نسبيه خصائص تنوع ثقافي فريد جدا فريد جدا في مصر إحنا لينا علاقات بكل السفارات الأجنبية في مصر. جميل. ودي واحد من ميزات مكتبة العاصمة الإدارية الجديدة. إن أنا قادر أتواصل مع كل هذه السفارات وأدعو لاحتفالات تكاد تكون يومية لهذه الدول داخل العاصمة الإدارية سواء في الأوبرا أو في المتاحف اللي موجودة أو في المكتبة لأن ده إحنا إحنا بنشتغل في انتجريشن في تكامل موجود الحقيقة بين الثلاث او الاربع مؤسسات اللي داخلين مدينه الثقافه والفنون فلو انا دعيت كتاب اجانب او دعيت مسرح اجنبي او دعيت اوبرا اجنبيه او دعيت بلي اجنبي او دعيت اي حاجه وتبادل ما بين مصر وما بينهم اعتقد دي ميزه لنا فاحنا دايما شغالين حتى كمان شغالين ودي هتفرقكم على اسكندريه انت العنصر الجغرافي في صالحكم احنا مختلفين تماما عن دار الكتب المصريه لان دار الكتب المصريه دي حاجه انشات يعني اول مكتبه تنشا وطنيه في العالم العربي 1876 بقرار من الخديوي اسماعيل بس مكتبه اسكندريه بصير. عمرها آآ 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 انت بتتكلم على حوالي بالظبط 2300 سنه لان طبعا هو الاسكندر الاكبر اللي كان اقترحها ثم عملها بطليموس الثاني لكن هي مكتبه اسكندريه اصلا هي كانت متحف اسمه الموسيزون كويس المتحف ده كان فيه مكتبه تبعه المكتبه دي كانت بتجيب البرديات بتاعتها منين من السفن اللي بتعدي كانوا ينطوا عليها ياخدوا البرديات ويصنفوا البرديات كانت دي وفقا لل كانت جوجل العالم وقتها لا. يعني الحقيقه حاجه كانت رهيبه جدا. صحيح. فمكتبه اسكندريه هي بتحاول تعيد بناء هذا الدور الان للمجتمع المحلي وللمجتمع الاوروبي وبالتالي هي مكتبه اسكندريه هي مكتبه دوليه اكثر منها مكتبه مصريه. فاحنا بننظر ليها على اساس ان علاقاتها الدوليه الحقيقه ضخمه. دار الكتب معنيه بالعلم والثقافه، كل منتجات العلم والثقافه في جمهوريه مصر العربيه او المصريين اللي عايشين بره. لابد من انهم يودعوا عملهم داخل المكتبه انا بقى مختلف انا مختلف في ايه لان انا مهتم فقط بكل الانتاج الفكري المصري والدولي في مجال الفنون والثقافه تحديدا وبالتالي انا اقرب لفكره مكتبه وطنيه في مجال الفنون وال طيب والثقافه طيب احنا بنسوق الثقافه بشكل <applause> كافي نعم. بنسوق ثقافتنا بالقافة. بالشكل الكافي نسوق أيوة, ايوه اه معلش آه لا مش نسوق <applause> لا في فرق كبير <applause> نسوق <applause> ثقافتنا بالشكل الكافي آه لازم نعترف ان احنا مرينا بازمات كتيره خلال النصف قرن الماضي اعاده بناء الثقافه المصريه امر محتاج رؤيه اسمها رؤيه مصر للثقافه 2030 تخرج بقى من بره اطار رؤيه مصر الكلية ورؤية مصر في الابتكار ورؤية مصر في وده أعتقد أنها واحدة من المطالب اللي أنا طلبتها من وزير الثقافة الجديد يعني أعتقد أنه هو قادر على أنه هو يعمل ده بحكم رؤيته الشاملة وعمله كمان في الخارج لفترات طويلة فإحنا محتاجين رؤية نبتدي كمان تنفيذها فيما يتعلق بالثقافة لازم نبص السينما محتاجة إيه عشان تنهض فيه. المسرح محتاج ايه عشان ينهض هل عندنا مشكله في العلاقه مع المثقفين و... و... وكيف نعيد بناء الادب والهويه المصريه المتعلقه بالثقافه لان عندنا سنوحي وعندنا الفلاح الفصيح عمرهم 3500 سنه أي. هنبني على ده ازاي النهارده عايزين ايه اللي احنا عايزين نوصله للعالم ايه هي رؤيتنا في رؤيه مصر 2030 هتكتشف ان المطلوب ان احنا نبني مكتبه في كل قريه مصريه أوه. كويس طب المكتبة دي هتكون فين وهيكون شكلها إزاي لم نجلس للحديث حوالين ذلك كويس؟ ده بس ده أمر مكتوب مقرر يعني. أمر مهم في غاية الأهمية الصناعات الثقافية والصناعات الإبداعية في مصر اللي هي تقدر تكون جزء من الاقتصاد المصري هنعمل فيها ايه؟ صحيح عايزين نوصل لكام مشكلة الثقافة في مصر الحقيقة وفي مشروعات الحقيقة يعني لل ما ممكن يكون مشروعات للمنتجات موجودة وتسويقها متفرقة أنا عايز أجمعها في استراتيجية واحدة يعني أنا هدفي في النهاية الكونكلوجن أو النتائج بتاع الحوار مع حضراتكم اللي بعتقد أن هو حوار مهم جداً فين رؤية مصر عشرين 2030؟ كويس؟ وإزاي أستجلبها من رؤية مصر رؤية مصر في الثقافة لوحدها غير رؤية مصر اللي هي الشاملة، إزاي هطلع من رؤية مصر الشاملة الرؤيه الاستراتيجيه الخاصه بمصر في الثقافه خلال لحد تلاتين ايه اللي عايز اعمله هل ممكن لاني مش مؤمن اطلاقا ان في عمليات بتتعمل بشكل مش منظم انا محتاج اعيد النظام الى الثقافه المصريه مؤتمر صحيح. سنوي مؤتمر كل سنتين عندك الروايه عندك الشعر عندك المؤتمر بتاع المثقفين صحيح. نفسهم وهم عايزين ايه لان دور راي جمعي واتفاق جمعي الحقيقه الـ 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 كل حاجه بنعملها الحقيقه صحيح. مش مش هتبقى منضبطه الوطني عقيدة. طبعا الشق الثقافي فيه و مهم جدا. من احد المحاور نعم. المهمه واكيد النقاط اللي حضرتك بتقولها و بتوضع في الحسبان طبعا في في رسم استراتيجيه واولويات ما. الدوله المصريه في هذا المجال تحديدا احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيل الشكر جزي. الدكتور زين عبد الهادي استاذ علم المعلومات وتاريخ المعرفه بجامعه حلوين شكرا, شكرا.